جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن أخت لنا تقول ألف حاء ألف، مقيمة في المدينة النبوية، تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم إزالة الشعر الذي ينبت في الساقين والذراعين بالنسبة للمرأة إذا أرادت التزين والتجمل لزوجها. لا بأس في ذلك، لا بأس بإزالة الشعر من الجسم، من الصدر ومن الذراعين ومن الساقين ومن سائر الجسم، إنما منعت المرأة من إزالة الحواجب، وفي إزالة شعر الوجه خلاف بين العلماء. على كل حال، ما عدا الحواجب وما عدا شعر الوجه، بقية الجسم فلا مانع من إزالة، حتى للرجال لا مانع من إزالة شعر الجسم حتى للرجال، ما عدا اللحية وما عدا اللحية للرجل وعدا الحاجبين للمرأة، فالباقي ورأس المرأة أيضا يحرم عليها حلقه، وما عدا ذلك فإنه لا بأس بإزالة شعور بقية الجسم من اليدين والرجلين والصدر وسائر الجسم. نعم. جزاكم الله خيرا. بل منها ما إزالته من خصال الفطرة، مثل شعر الآباط وشعر العانة وقص الشارب، هذا من خصال الفطرة بالنسبة للرجل. نعم.